حسب مجلس النواب بجلسته التشريعية يلي انعقدت بقصر اليونسكو، قانون الإسراء غير المشروع يلي المفروض يكرس الشفافية والمحاسبة ويطبق مبدأ من أين لك هذا. بس القانون بالصيغة يلي تم الاتفاق عليها والتعديلات يلي انضافت عليه خلت عدد من الكتل تتساءل قديش ممكن لهيدا القانون بشكله أنه يقدر يحاسب فعليا. رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان كان غرد على تويتر خلال الجلسة الصباحية أنه قانون الإسراء الغير مشروع قر دون استثناء الوزراء والنواب وأي موظف عمومي. بوقت اعتبر النائب هاد حبيش باتصال مع تلفزيون نشرة أنه القانون بشكله الحالي وبيظل مواد دستورية بتحصن النواب ما بيقدر يحاسب حدا. مش صحيح أنه أولاً النواب بيتحكموا بالمحاكم العدلية، ولكن بدك ترفع الحصانة عنهم، والحصانة تبع النائب هي حصانة دستورية. ما بتقدر أنت بقانون ترفع الحصانة عن النائب. كل نائب بيعمل مخالف بيعمل شيء جزائي بد ممنوع تلاحقه أثناء دورة الانعقاد بعد أخذ موافقة مجلس النواب. يعني تلميذ المدرسة فتي جردان بيفهمها كيف طلعت معهم إنه آخر شيء فيك تلاحق النائب بدون رفع حصانة. لو حيتت أنت بند بالقانون فيك تلاحق النائب دون رفع حصانة ما بيقدر يكسر الدستور، كيف بالأحرى إذا أنت مش حيتت البند؟ بنفس الوقت أكد حبيش إنه الكتلة تقدمت بطلب لتعديل الدستور لتشمل المحاسبة كل مناصب الدولة. ما نحن اللي قدمنا التعديل الدستوري، نحن اللي أعطيناه للرئيس الفرزلي، ونحن اللي طلبنا بتعديل الدستور ليشمل مين؟ ليشمل رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، النواب، الوزراء. هيك بنكون عم نعمل قانون للبنانيين شفاف، مش بنكون عم نعمل شيء إنه يبا نطلع نحكي بالإعلام وتاني يوم بتوصل للقانون عند القاضي بيقول لك القاضي ما فيني لاحقه للنائب ولا فيني لاحقه للوزير ولا فيني لاحقه للرئيس. القانون وتحديدا المادة 11 تعدلت وصارت على الشكل التالي: يعد جرم الإثراء غير المشروع جرما جزائيا عاديا وخاضعا لاختصاص القضاء العدلي. وبهيدا التعديل صار رئيس الحكومة والوزير بيتحاكموا بالمحاكم العدلية وبش بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. الخبير الدستوري والباحث السياسي عادل يمين قال لتلفزيون نشرة إنه المادة 11 أكدت على صلاحية القضاء العدلي بمحاكمة رئيس الحكومة والوزراء، إلا أنه الأمر بيختلف بالنسبة للنواب. المادة 11 من قانون الإسراء غير المشروع المقر في مجلس النواب تعطي صلاحية للقضاء العدلي لملاحقة قضايا الإسراء غير المشروع بصورة عامة وشاملة. الالتباس الذي كان قائماً بخصوص مدى صلاحية القضاء العدلي لملاحقة رئيس الوزراء والوزراء في حال كان الأمر بيتعلق بالإثراء غير المشروع قد حسن، ومحاكمة النائب أصلا في قضايا الجرائم هي من اختصاص القضاء العدلي. ولكن الفارق أنه في حال كان المجلس النيابي بحالة دورة انعقاد فلا يستطيع القضاء أن يباشر الملاحقة ضد النائب إلا بعد الحصول على إذن المجلس النيابي، أي رفع الحصانة ما عدا حالة الجرم المشهود. الانقسام واقع بين الكتل خاصة بموضوع المحاسبة وكيف منقدر نحاسب. فالبعض بيعتبر أنه إقرار قانون الإسراء غير المشروع ما بيقدر يحاسب حدا من المسؤولين يلي محصنين بمواد دستورية وآليات معينة. وبظل دعوات لتعديل مواد الدستور أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه حاضر بأقرب وقت ليعقد جلسة لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الكل. ما في شك أنه قوانين المحاسبة مهمة ومطلب أساسي من قبل الشارع قبل النواب والكتل، لكن الحلقة والسلسلة ما بتكمل إلا بتنفيذ الكثير من الإصلاحات وترسيخ استقلالية القضاء، فبدون القضاء المستقل ما ممكن محاسبة الفاسدين والوصول للإصلاح.